مطار الكويت الدولي يشهد حركة وصول أعداد من المواطنين الكويتيين القادمين من وجهات مختلفة عبر عدد من مباني الركاب بكل سهولة ويسر. المزيد في سياق هذا التقرير. إجراءات تتميز بالسهولة واليسر في مطار الكويت الدولي مع عودة المواطنين الكويتيين من خارج البلاد بعد قضائهم عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي جاءت وفق الخطة الموضوعة من قبل الإدارة العامة للطيران المدني والجهات المختلفة العاملة في المطار. بالنسبة حق تجهيزات المطار، احنا طبعا شغالين بطاقة استيعابية 100% منذ بداية الجائحة، يمكن بس الفترات اللي تم إغلاق المطار، ولكن شغالين بطاقتنا الاستيعابية كاملة من موظفين من إداريين، ويمكن الحين كثفنا أكثر موضوع عمليات الصيانة للأجهزة والمعدات الموجودة الكهروميكانيكية، لأن صار في شوي ضغط علينا في مرحلة العيد وأغلب المواطنين كانوا خارج البلاد، فحاليا نحن شغالين 24 ساعة وفي نظام النوبات، الجماعة موجودين وكل الطاقة الاستيعابية موجودة. طبعا أنا أكلمك بالنسبة حق الإدارة العامة للطيران المدني، وزارة الصحة، مقدمي الخدمات الأرضية، وزارة الداخلية، جميعهم على هبة الاستعداد لاستقبال المواطنين العاديين من الخارج. حركة ملحوظة لرحلات العودة إلى البلاد للعديد من المواطنين عبر تسيير ما يقارب 282 رحلة قادمة ومغادرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في الوقت الذي تستعد فيه الإدارة العامة للطيران المدني لتجهيزات أخرى خلال الأيام المقبلة في مطار الكويت الدولي. إن ما نختلف أن عودة الوافدين إلى الكويت راح يكون في ضغط على المطار، ولكن مثل ما قلت لك أنا الطاقة الاستيعابية شغالة 100% وجميع المعدات تم عمل لها صيانة واستعداد. إحنا يمكن ناهيك عن الموضوع أن المطار شغال ما تم إيقافه، ولكن في زيادة ضغط راح يكون علينا في استقبال حتى إخوان الوافدين، فالمطار مستعد لأي عدد كان راح يتواصل إن شاء الله. تعاون مثمر بين الجهات المختلفة العاملة في جميع مباني الركاب بمطار الكويت الدولي وفق إشراف كامل للإدارة العامة للطيران المدني لتسهيل كافة الإجراءات للمغادرين والقادمين عبر المطار. ولمزيد من التفاصيل حول الاستعدادات من إدارة الطيران المدني حول حركة المسافرين، ينضم إلينا مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل نواف الشراكي من مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي. نواف، مساء الخير. بداية، كيف رصدت حركة المسافرين في مطار الكويت الدولي؟ مساء الخير محمد، ومساء الخير لكل مشاهدينا الكرام. مثل ما تفضلت، احنا الان متواجدون في مطار الكويت الدولي وتحديدا في مبنى الركاب T1. في هذا اللقاء المباشر حبينا ايضا نطلع للسادة المشاهدين الكرام ونخليهم في صورة اقرب حول آلية العمل في مطار الكويت الدولي في جميع مباني الركاب، ولكن بما نحن الان في مبنى الركاب T1 وحول حركة وصول المواطنين الكويتيين من الخارج بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك، وخصوصا أنه باكر راح يكون يوم دوام رسمي للموظفين، فحبينا نعرف ما كانت الإجراءات المتبعة لدى الإدارة العامة للطيران المدني وأيضا الجهات المختلفة الموجودة في المطار. يسعدنا نكون معنا الأستاذ منصور الهاشمي مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني. أستاذ منصور، يعطيكم العافية وقواكم الله. بالنسبة لآلية الاستعدادات بالنسبة لعودة المواطنين بعد قضائهم عطلة عيد الأضحى المبارك، ما هي الإجراءات المتبعة في هذه الظروف؟ لله الحمد، الإدارة العامة للطيران المدني وجميع الجهات العاملة بالمطار وضعت خطة مغادرة وعودة، كل الخطة على حسب الجدول المدروس على أرض الواقع. لله الحمد لاقت نجاح على أرض الميدان في توافق جميع الجهات المطلوبة وفق اشتراطات وقرارات مجلس الوزراء في جميع اشتراطات الصحية، ولله الحمد خذيناها على محمل الجد في جميع الإجراءات والجداول الزمنية للرحلات، وكلها مشت على حسب الخطة الموضوعة في المغادرة والعودة.
استاذ منصور، بالنسبه يوم 1/8 حسب يعني بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر بشان السماح بعوده اخواننا المقيمين من الخارج المطعمين طبعا، ولكن ايضا نبي نعرف ما هي الاستعدادات والاجراءات بالنسبه لكم كالاداره العامه للطيران المدني، وايضا مع الجهات المختلفه المسانده لكم، وما هي هذه الجهات التي تعمل معكم في عمليه الاستعدادات والترتيبات ل 1/8. نعم، لله الحمد الاداره العامه للطيران المدني وفق خطه مدروسه وتدارس الوضع لبداية أول شهر 8 وفق قرارات مجلس الوزراء في اللبنة الأخيرة للاستعدادات والإجراءات اللي معمول فيها لتاخذ موافقة كاملة وفق الإجراءات والاشتراطات المطلوبة حتى يتم التعميم فيها وتدارسها على جميع الجهات وعلى مستوى التقييم الصحي والإجراءات الصحية المطلوبة. أستاذ منصور الهاشمي، كل الشكر لك ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا لك. محمد، مثل ما تفضل الأستاذ منصور الهاشمي مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني حول ما هي كانت الإجراءات المتبعة بالنسبة لعملية الترتيب لوصول المواطنين بعد عودتهم من إجازة عطلة عيد الأضحى المبارك، وأيضا ما هي الإجراءات المتبعة بالنسبة ليوم 1/8 وهو بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر بالسماح بعودة أخواننا المقيمين المطعمين في تاريخ 1/8. أيضا يعني أطلعنا على الإجراءات والاستعدادات بالنسبة لإدارة عامة الطيران المدني مع الجهات المختلفة المساندة لهم في مطار الكويت الدولي في جميع مباني الركاب. نعم الزميل نواف الشراكي من مطار الكويت الدولي، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم ولجميع العاملين في مطار الكويت الدولي.